السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. هنعمل معاكم نوع حلو قوي النهارده من السلطه. النوع ده ممكن تتعشوا بيه او ممكن تستخدموه في الغدا. انا بعتبره وجبه كامله، انا ممكن استغنى بيه عن الاكل كله. طبعا هو غني جدا ومغذي جدا ومكوناته كلها حلوه قوي. عندي مجموعه من الخضار، هو طبعا الاساسي فيه الافوكادو والتفاح الاخضر، بس انا استخدمت معاهم مجموعه تانية من الخضار كمان. عندي الافوكادو وعندي تفاح اخضر وعندي فلفل الوان، عندي جزر، عندي شوية من الخس وعندي طماطم وعندي بصل اخضر. هبتدي اشتغل. وعندي هنا طبعا مجموعة مكسرات، دول ممكن تستغنوا عنها، بس الزبيب بيبقى حلو قوي مع السلطة دي. والتتبيلة بتاعتي هستخدم فيها برضو مايونيز وماسترد، وهستخدم فيها زيت زيتون وليمون. طبعا التتبيله انتم ممكن تضيفوا عليها حاجات، يعني حسب ما بتحبوا الطعم. ممكن تضيفوا مثلا فص ثوم مهروس، او ممكن تضيفوا معلقه عسل. انا هبتدي اقطع الخضار بتاعي. خدت تقريبا 3 وحدات من البصل الاخضر، قطعتهم، وهاخد خس برضو، مجموعه من الخس. طبعا الحاجات الورقيه دي حلوه قوي يا جماعه ومفيده جدا، وكلها فيتامينز وبتقوي الصحه جدا. اخدت نص واحده من الفلفل الالوان، ممكن تستخدموا فلفل اخضر او فلفل اصفر كمان او فلفل احمر براحتكم، بس اللون البرتقاني لونه كمان حلو مع السلطه لانها كلها اخضر. جبت هنا التفاح الاخضر. التفاح الاخضر طبعا السكر بتاعه اقل نوع من التفاح فيه سكر، فاستخدمته. قطعته شرايح خفيفه بالصوره دي. طبعا هو مش طعمه مش مسكر قوي، وطعمه بيبقى مزز شويه التفاح الاخضر، فبيدي طعم حلو للسلطه. قطعته بالصورة دي. طبعا انتوا لو عاملين دايت او حابين تقللوا في الاكل بتاعكم، ممكن تستغنوا عن الاكل اللي هو العادي، لان ممكن تستغنوا عن اللحمة والفراخ والرز والحاجات دي، وتستخدموا انواع السلطات دي حلوة قوي. وانا نزلت قبل كده سلطة الجرجير، هرجع انزل لكم اللينك بتاعها في الكومنتس او في الديسكريبشن بوكس. وقطعت واحده جزر، وخدت الشيري توميتو قطعتها، ممكن تحطوا بدلها طماطم عاديه، بس هو الشيري توميتو ميزتها بتبقى طعمها مسكر شويه، بيبقى طعمها حلو قوي برضو. طبعا عندي هنا الافوكادو، التفاح الاخضر اللي استخدمت 2 وحدتين من التفاح الاخضر تقريبا. انتوا الكميات طبعا انتوا بتحكموا فيها براحتكم. حط الزبيب هنا عشان يبدا يشرب من الميه بتاعه السلطه وياخد من طعمها، وهقلبها كده بالصوره دي قبل ما احط الافوكادو، لان هنا المكونات عادي مش هتتهري معانا او تتهرس. الافوكادو بيبقى طري شويه، فمش عايزه اقلبه كتير في السلطه. عندي هنا 3 وحدات من الافوكادو، انا استخدمت 2.5 وحدة لان في نص واحده لقيتها مسوده شويه، فما حبيتش احطها في السلطه. طبعا الافوكادو انا بجيبه بيبقى لونه بيبقى مش مستوي، بجيبه جامد. طبعا عشان ان انتوا تستخدموه احسن تحطوه بره الثلاجه. لما بتحطوه في الثلاجه عشان يستوي بيسود وبيبقى مش حلو، بس لازم طبعا لو حطيتوه بره الثلاجه تحطوه في مكان ما يكونش حر قوي، ويكون كمان كل شويه تتابعوه، يعني كل يوم تتابعوه تشوفوه استوى ولا لا. لو لقيتوها استوت تدخلوها في الثلاجه. كده انا قطعت الافوكادو بتاعي، استخدمت 2.5 وحدة من الافوكادو. التفاح الاخضر انا استخدمت 2، ممكن تستخدموا انتوا 1 أو 2 برضو براحتكم. في ناس ما بتحبش طعم السويت كتير في السلطه، ممكن تستخدموا 1 بس. وممكن على فكره برضو تحطوا في تفاح احمر عادي، بس شيلوا القشره بتاعته. انا هنا استخدمت معلقه كبيره من المايونيز ومعلقه كبيره من الماسترد، وحطيت ملح وزيت زيتون، ما حطيتش توابل كتير، وعصرت ليمونه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا ان انا اخلي السلطه بتاعتي احط عليها شويه من الميه عشان الصوص بتاعها يبقى يخف. قلت لكم طبعا انا بعد ما حطيت الافوكادو لانه مستوي ما رجعتش قلبته كتير، قلبته تقليبه واحده بس. زودت شويه ميه، يعني 2 أو 3 معالق من الميه كده، لحد ما القوام بتاعك يبقى سايل شويه، بحيث ان انت تعرفي تحطيه على السلطه. يعني شايفين القوام عامل ازاي. المسترد كمان بيديها طعم حلو قوي، بيديها طعم مزز شويه لايق مع التفاح الاخضر. كده السلطه بتاعتي جاهزه معانا، هبتدي احطها ازوقها بالعين الجمل من فوق من على الوش. ممكن تستغنوا عن عين الجمل خالص لو حابين،
بس هو طبعا لو انتوا هتاخدوها كوجبة غذائية كاملة بيعزز القيمة بتاعتها والطعم. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، يا رب السلطة تعجبكم وتجربوها وتقولي لي الكومنتات بتاعتكم. ويا رب ان شاء الله المحتوى يكون خفيف عليكم، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا ليكم.